بسم الأب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. أسعد في لقائكم معي على هذا البرنامج تراثنا وإيمان حي، ولنا صفحة على الفيسبوك اسمها تراثنا وإيمان حي باللغة العربية. بنشكر طبعا قناة الطريق على تعبها معنا في نشر التراث القبطي، وإن كان لي بعض الخفقات أو المعلومات الأقل، ولكن أنتوا ممكن تزيدونا أيضا بهذه المعلومات الأكثر على الصفحة عندنا على الفيسبوك تراثنا وإيمان الحي. النهاردة هنتكلم عن العائلة المقدسة، وقراسة البابا تودروس في هذا الأسبوع احتفل مع نيافة الأنبا يوليوس أسقف عام مصر القديمة بمناسبة العائلة المقدسة ودخول السيد المسيح أرض مصر في 24 بشنس من الشهر القبطي، ومعه سكرتير المجمع المقدس حر صاحب نيافة الأنبا رفائيل وبعض الآباء الأساقفة الأجلاء. ترأس البابا تودروس لهذا الاحتفال بيدينا بعد عن اهتمام بابا الكنيسة بهذه المناسبة، لأن هي مناسبة تعتبر من أهم المناسبات في كنيستنا القبطية، دخول السيد المسيح أرض مصر ومعه أم السيد العذراء مريم ويوسف النجار. والتقاليد بقى بتقول ان كان معاهم سالومي اللي كانت مرافقة للسيد العذراء مريم من لحظة ولادة المسيح وحتى ما جاءها مصر ورجعها الى مدينة الناصرة. وبعض المصادر ايضا بتقول ان مش سالومي، لكن كان واحد اسم يوسي يعتبر ابن اخو يوسف النجار، جه لمصر علشان يحذر العائلة المقدسة ان هيرودس ارسل 10 جنود من عنده عشان يتعاقبوا العائلة المقدسة في مصر القبض عليهم، ولكن طبعا الأمر ده كان يعني في يد الله فقط، يعني حفظ العائلة المقدسة وجودها في مصر كان في يد العناية الإلهية. احنا عايزين نقول ان في حوالي 3 آيات هامة جدا ووضحت الصورة والمعالم، جاءت آيتين في سفر أشعياء وآية في سفر هوشع بتؤكد أن المسيح سيأتي أرض مصر وسيكون هناك مذبح في وسط أرض مصر، بيقال أنه مذبح دير المحرق بصفة أن دير المحرق يعتبر في وسط أرض مصر، وقد يكون برضو المسافة مش كتيرة أو ما بين المحرق ودير درونكا في أسيوط. على أي من الأحوال أن هناك مذبحا للرب سيكون في أرض مصر. نشوف هنا في أشعياء النبي 19 نبوة عن مجيء المسيح أرض مصر، يقول هوذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوسان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر في داخلها. والآية الثانية مبارك شعبي مصر، ودي طبعا الآية اللي بنعتز بيها، مش بس إن إحنا كأقباط بنعتز بهذه الآية، ولكن كل المصريين بيعتزوا بهذه الآية العظيمة اللي من خلالها نبوة بمجيء السيد المسيح أرض مصر ومشيه على أرض مصر. الآية الثالثة في نفس الإصحاح، أو يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر. كمان في آية في سفر هوشع النبي بتقول من مصر دعوت ابني. قد إيه مصر مبروكة، ولذلك كل المصريين مطمنين على مصرهم أو مصرهم باللغة العربية الفصيحة، مطمئنين على مصرهم، لأن سيدنا يسوع المسيح لكل المجد حفظ هذه الأرض وستكون محفوظة إلى آخر الدهور. عاوز أقول إن حكاية بقى مجيء العائلة المقدسة وهروبها إلى مصر، انتوا عارفين ان السبب الرئيسي ان هيرودس الملك لما شاف المجوس هربوا منه او مش هربوا، الملاك او ربنا ارشدهم الى طريق اخرى الى بلادهم لبلاد فارس، وبعدين ما رجعوش لهيرودس عشان يقولوا المسيح مولود فين بالظبط، عشان كانت نيته سيئة جدا للغاية، فهو حب ينتقم من الموقف كله فارسل جنوده لقتل اطفال بيت لحم. وهنا الملاك ظهر ليوسف النجار وقال له قم وخذ الصبي واهرب الى ارض مصر. الله جميل قوي، يعني اسم مصر على فم السمائيين وفم الملائكه وفم العنايه الالهيه، ده شيء عظيم قوي احنا نفخر بيه.
وفعلا يوسف النجار اخذ العذراء مريم و الطفل يسوع وابتدى يرتحل من بيت لحم، وبعدين دخل بقى منطقة سيناء، ثم في مسار العائلة المقدسة برضو هنشرحه دلوقتي بالتفصيل. عايزين نقول ان اقدم المصادر القديمة اللي تحدثت عن مجيء العائلة المقدسة إلى أرض مصر، أنا عايز أقول لكم إن في ميمار كتبه البابا سيوفيلوس رقم 23، ده يعني تجلس على الكرسي البطريركي من سنة 385 لسنة 412، يعني أواخر وبداية القرن الخامس الميلادي، أواخر القرن الرابع وبداية القرن الخامس. ده كتب ميمر كلمة سريانية معناها قصة، أو ممكن نقول كتب حكاية مجيء العائلة المقدسة لأرض مصر، من خلال إن هو لما جه يزور الصعيد بأمر الإمبراطور إن هو يتفقد إبرشياته وبلاده في مصر، فابتدى البابا سوفيروس الإسكندري يعني يزور البلاد بداية من إسكندرية وحتى أسوان. ففي الوقت ده مر على منطقة بإرشاد التجمعات المسيحية هناك وخاصة الآباء في هذه المنطقة، أرشدوه إلى بيت قديم كانت العائلة المقدسة جلست فيه. ففعلا هو راح يتبرك من هذا البيت اللي هو كنيسة العذراء بدير المحرق، الكنيسة الأثرية. ففعلا ذهب إلى هذا البيت وكان تحول إلى كنيسة، دخل في الهيكل اللي هي مكان الحجرة اللي كان تواجد فيها العائلة المقدسة، وقعد يصلي. الست العذراء ظهرت له وقالت له حكاية المكان ده، وقالت له إن السيد المسيح ظهر لها وهي في بيت يوحنا الحبيب بعد قيامته، وقال لها يا أمي البيت اللي احنا قعدنا فيه ده في مصر، أنا هكرسه أنا والتلاميذ ونقلهم بالروح، وكرس مسبح الكنيسة أو البيت ده هو اللي هي كنيسة العذراء في دير المحرق. هو الميمر ممكن ناس كتير تتشكك في مصداقيته، طبعا احنا هم ليهم حق لأن لابد من التحقيق العلمي اللي هو يعتبر discussion of manuscripts، يعني تحقيق علمي للمخطوطات علشان نقول القصة دي صحيحة ولا ايه. وان كان البعض كتير اعترض على هذه القصة من حيث ان السيد المسيح بقى الحكاية بتقول ان السيد المسيح جه هو وتلاميذه والست العذراء معاه بالروح ودشنوا المسبح او المكان، والمسبح ده عبارة عن قطعة من الحجر جلس عليها الطفل يسوع لما كان هربان إلى أرض مصر. على أي من الأحوال إحنا مش ممكن ننكر إن العائلة المقدسة جت مصر، ومش ممكن ننكر يعني التقاليد اللي بتقول إنه راح هنا وهنا وهنا، ده شيء ثابت وهو بالفعل دخل مصر. بنيجي إن دي قصة بقى حكاية إن إقامة مسبح في وسط مصر ومجيء العائلة المقدسة و تواجدها في دير المحرق. المخطوطة اللي تحدث بيها أو كتبها بقى سجل البابا سوفيلو، سجل اللي شافه الكلام اللي قالته له الست العذراء لما ظهرت له قالت له الحكاية، سجله في الميمر ده. الحقيقة ما فيش أي نسخة قبطية أو المصدر الأصلي لهذا الميمر، ولكن في النسخة الحبشية أو الإثيوبية، يعني الإثيوبيين بيحبوا كانوا لما يروحوا أورشليم يبقى دير المحرق ده سنتر ليهم يستريحوا في شوية، سواء الرهبان أو الآباء لمدة كام سنة كام شهر، ويرتحلوا إلى وادي النطرون أو ممكن يفوتوا من وادي النطرون ويروحوا على طول إلى أورشليم. فالأحباش كانوا بيترجموا كتير جدا من الكتابات القبطية للحبشية، ده شيء واضح. حتى ان تاريخ العالم القديم للانبا يوحنا اسقف نيقيوس ديت اللي هي زاويه رزين، ده كان موجود ايام فتح العرب لمصر، ارخ تاريخ مصر ما قبل واثناء
فتح العرب لمصر، والنسخة الوحيدة المتبقية منه فعلا النسخة الحبشية أو نسخة باللغة الإثيوبية. هنا المخطوطة بتاع السوفي الإسكندري، رغم أن البقية منها النسخة الحبشية الباقية دلوقتي، ولكن في آباء كانوا نقلوا هذه المخطوطة وهذه الحكاية أو حكايات دخول العائلة المقدسة إلى مصر وتحركها في نقاط محددة اللي احنا عارفينها دلوقتي، زي مثلا ما بنلاقي الأنبا زخارياس أسقف سخا في القرن السابع الميلادي نقل نفس المخطوطة إلى اللغة القبطية ثم إلى اللغة العربية. نيجي للقديس اسمه كرياكوس أسقف القوسية اللي هي برضو منطقة دير المحرق، نقل نفس ميمر البابا ساوفيلوس أو القصة بتاعت العائلة المقدسة باللغة القبطية، ولكن على أي من الأحوال لم توجد أي نسخة قبطية، لربما اندثرت واتحرقت وتراث كتير يعني انضر كتير من نتيجة للاضطرابات السياسية والتطاحن على السلطة والحاجات زي كده، فللأسف الشديد أخذوا في رجليهم التراث وكتير قوي من التراث اندثر. ولكن بنلاقي ان في بردية موجودة في جامعة كولن دي في ألمانيا، هذه الجامعة فيها دارس كبير أو باحث كبير بحث في بردية، اكتشف إن هي ورقة بتحكي عن وجود العائلة المقدسة في مصر وبتقول إن السيد المسيح قعد 3 سنين و11 شهر، والبردية ديت من القرن الرابع الميلادي. انتوا عارفين إن في كتابات إبوغرافية أو تقليدية ظهرت مع التاريخ المسيحي لغاية القرن الرابع، وفي القرن الرابع تم تحديد الأناجيل اللي هي القانونية ورفض الأناجيل أو رفض الكتابات الإبيكروفية اللي هي التقليدية، دي موضوعها تاني يعني كبير. ولكن بنلاقي إن هذه البردية بتحكي من ضمن الحكايات عن دخول المسيح أرض مصر ومكوث هذه المدة وتحركه في أرض مصر في بعض البلاد. البردية دي 30 سنتي في حوالي 23 سنتي حاجة، يعني صفحة بردية. أنا بقول لكم المصادر الرئيسية على دلالة وجود العائلة المقدسة في مصر. بنرجع تاني بنلاقي إن في بقى أنتوا عارفين بلاديوس، وبلاديوس ده كان أحد الرهبان من ناحية مقدونيا أو بيزنطة يعني أو ناحية اليونان. بلاديوس ده كان بيحب الرهبنة القبطية اللي ظهرت في القرن الرابع، وهو كان معاده في القرن سمع بالأنبا أنطونيوس، وكان هو بلاديوس ده متواجد في الفترة دي القرن الرابع، وجه مصر وزار بعض الأماكن الرهبانية على الأخص منطقة طيبة، وقابل أب قديس اسمه يوحنا ليكابولي. ليكابولي يعني ليكابولوس، جاي من ليكابولوس اللي هي مدينة أسيوط باللغة اليونانية، وطلع على مناطق شاسعة اللي هي مناطق على امتداد نهر النيل، خاصة ناحية الشرق والغرب، في أجورة هناك يدخلها وتقابل مع التجمعات الرهبانية. دخل منطقة اسمها منطقة الأشمونين اللي هي ملوي، وذكر في كتاباته في التاريخ الرهباني اللي هي هيستوريا مناخورم باللغة اليونانية أو هيستوريا لوزياك، يعني تاريخ بلاديوس اللوزياكي، وقال إن أنا دخلت منطقة الأشمونين التي مكثت فيها العائلة المقدسة. يبقى إذن هناك مصدر أصيل أيضا بأن العائلة المقدسة مكثت شوية أيام أو ربما عدة شهور أو أقل أو كده في منطقة الأشمونين اللي هي منطقة ملاوي دلوقتي. بنيجي بعد كده أن الأقباط استمروا في نسخ المخطوطة الأصلية على الأخص المصدر بقى اللي كان معهم، مصدر الأنبا زخارياس أسقف سخا، وانتقلت بعد كده حتى ان اقدم مخطوطات دلوقتي كاملة عن ميمر الانبا البابا ساوفيلوس المنقول للبابا زخرياس وما بعده
هذا المخطوطات موجودة من القرن الخامس عشر ثم لغاية القرن ال19، القصة ديت يعني، بس باللغة العربية، لأن الترجمات من اللغة القبطية للعربية ابتدت من القرن ال11 الميلادي، وتعريب الكتب المقدسة في كنيستنا ابتدى من القرن ال11، لأن الآباط كانوا ابتدوا يتعرفوا على اللغة العربية وتعثر عليهم انهم يتكلموا اللغة القبطية، فطبعا تخوفا من انهم ينسوا الكتاب المقدس او ينسوا الصلوات، فاترجمت للغة العربية. وعلى فكرة البردية اللي هي موجودة في جامعة كولن في ألمانيا مكتوبة باللغة القبطية الفيومية، يعني باللهجة الفيومية. احنا عارفين ان احنا عندنا 7 لهجات للغة القبطية، معظمها بيطلق عليها اللغة الصعيدي اللي هي الأخميمي والأسيوطي والفيومي ومن أسوان وهكذا، وفي اللغة القبطية البحرية اللي احنا ماشيين بيها دلوقتي في العصر الحديث منذ القرن ال11 الميلادي، ماشيين باللهجة القبطية البحرية، وفي كنايسنا بنصلي باللهجة القبطية البحرية، كل كتب عندنا المقدسة باللهجة البحرية. طيب احنا كده عرفنا المصادر بتاعتنا. عايز اقول اني بقى عاوزين نتكلم في العائلة المقدسة من خلال الايقونات والصور الدالة على كده. الصورة الاولى قداس البابا بيستقبل رئيس الوزراء احتفال بدخول المسيح ارض مصر العائلة المقدسة، وبرضه كان حاضر مجموعة من الوزراء مع حضرات الآباء الأساقفة الأجلاء. بنلاقي بعد كده الخريطة اللي بتمثل لنا مسار العائلة المقدسة. أول نقطة في مصر وهي شمال سيناء حتة اسمها الزرانيق، وبعدين انتقلت العائلة وصارت إلى العريش، ثم إلى منطقة الفرمة اللي هي بورسعيد دلوقتي، مش بورسعيد نفسها يعني، ما حولها في آثار عظيمة هناك في منطقة الفرمة مسيحية وإسلامية أيضا وفرعونية. وعايز أقول إن العائلة المقدسة سلكت طريق على خلاف الطرق اللي كانت معهودة في الوقت ده، كان في 3 طرق علشان نوصل من فلسطين إلى مصر، في 3 طرق معروف، هي تجنبت ال3 طرق دول لأن كانوا متخوفين ان حد يتعاقبهم من قبل هيرودس الملك. بعد الفرمة نزلت العائلة المقدسة زي ما هي موجودة في الخريطة عندنا إلى منطقة تل بسطة، وبعد تل بسطة نزلت إلى مسترد ثم إلى بلبيس. رحلت العائلة المقدسة شمالا إلى سمنود ثم إلى مدينة سخا، ومن سخا نزلت على الصحراء الغربية إلى منطقة وادي النطرون. السيد المسيح هناك في وادي النطرون بارك هذا المكان برشمه لعلامة الصليب، ولذلك ما زال موجود لغاية هذه اللحظة 4 أجرة في وادي النطرون رغم الأحداث وهجمات البربر المختلفة لغاية القرن ال12 وهدم الأجرة، ولكن بقي 4 أجرة هامة إحنا عارفينه في وادي النطرون. ثم رحلت بعد كده العائلة المقدسة إلى عين شمس. من بعد عين شمس ذهبت للمطرية ثم إلى المعادي، وبعد كده مناطق تانية زي البدرشين اللي كان اسمها مدينة منف في العصر المسيحي، ثم منطقة البهنسة اللي هي مناطق بني سويف وبني مزار، ثم إلى سمالوط، ثم بعد كده إلى الأشمونين اللي هي ملوي، ثم بعد كده إلى ديروت، ثم ارتحلت جنوبا إلى الأوصية ومير ثم دير المحرق، ولذلك مير ديت كانت اسقفية زمان يعني كانت قوية. وكان ثم بعد دار المحرة بقى نزلت إلى أسيوط، ثم بعد ذلك ظهر الملاك ليوسف النجار وقال له قم وخذ الصبي ولا تخف،
لأن الذي كان مزمع أن يأخذ الصبي مات، اللي هو إيه؟ هيرودس. وارجع إلى الناصرة. طبعا الناصرة لأنه سيدعى ناصريا حسب النبوة في العهد القديم ما بتقول وسيدعى ناصريا، حتى في العهد الجديد معلمنا متى ذكر كده لأنه سيدعى ناصريا. طيب احنا بعد كده، أنا الحقيقة الصورة ديت أنا بقدمها هدية ليكم ولكل الباحثين في تاريخ الفن القبط بالذات والمسيح عامة، بقدمها له هدية لأن دي أقدم صورة للعائلة المقدسة متصورة في ورقة مخطوط عن الأربع أناجيل، بيرجع إلى سنة 1250 ميلادية. سنة 1250 ميلادية، يعني من منتصف القرن الـ13. الاهتمام بصور العائلة المقدسة ابتدى يظهر في القرن الـ11، ابتدى الفن يتحرر أكتر ويتعمق أكتر، مش بس أحداث العهد الجديد يرسمها، لكن ما وراء أحداث العهد الجديد زي مجيء العائلة المقدسة إلى مصر كان إزاي وكده. وهنا الفنان القبطي الأصيل، هنا شايفين راسم الست العذراء جالسة على الأتان دهوت، والأتان ده أو الركوبة دي في وضع الخضوع وكأنها الخليقة الحيوانية، خاضعة لخالق الكون وخالق الخلائق كلها الإنسانية والحيوانية والكونية، السيد المسيح اللي على حجر الست العذراء مريم، الخضوع الكامل للأتان أو الركوبة، بالإضافة إلى يوسف النجار وراء الأتان على طول، وأيضا سالومي، لأن التقليد الفنان القبطي يعني مال أكتر إن تكون سالومي هي اللي مع يوسف النجار مش يوسي، حسب المعرفة الغربية أو الغرب بيؤمنوا أكتر إن يوسي هي يوسي، ده كان شاب ابن أخو يوسف النجار هو اللي كان معاه. طيب المنظر الثاني برضو، هنا بقى أول صورة في القرن الـ18 لفنان كبير اسمه يوحنا الأرمني، الدونكي هنا أو نقول الركوبة خاضعة تماما، ملتزم باللي سابقه، والست العذراء جالسة بحجم أكبر لأن هي ملكة، سيد المسيح لابس اللون الأصفر رمز النقاء والطهارة لأنه هو وحده بلا خطية، ويوسف النجار ماسك عصايته وهو كبير السن ماشي وراه. هنا برضو الأيقونة ديت ليوحنا الأرمني، السيد المسيح بقى هنا مرسوم هو صبي صغير يعني 3 سنين فعلا وكده. هنا تخبط الفنان القبطي، هل كان طفل ولا صبي كان في مصر؟ دي نتيجة ان ما كانش فيه مصدر اصيل بيقول له ان كان المسيح كذا، ما كانش قادر يتوصل المسيح كان عمره قد ايه، شهور ولا سنة ولا سنتين، هنا رسمه 3 سنين، والملاك فوق بيرشد العائلة المقدسة رمز العناية الإلهية. هنا بقى الفنان حب بقى ايه في القرن الـ19، او حب ان هو يرسم الست العذراء راكبة مش على اتان، راكبة على حصان، لان ركوب الاتان كان عار عند الاقباط على التاريخ القبطي انتوا عارفين، فكانوا يتباهوا يقول لك الست العذراء هتركب اتان، لا ده احنا راكبة ايه حصان. وهكذا يوسف النجار بقى شايل المسيح على كتافه زي الصورة ديت اللي انتوا شايفينها على حصان إكراما للعذراء. وهكذا الصورة التانية برضو، هنا بقى الفنان رسم سالومي برضو جنب مين؟ يوسف النجار اللي كانت مرافقة للعائلة المقدسة والعذراء بالحجم الايه الكبير. هنا برضو نفس الوضع، الست العذراء ويوسف النجار وراها شايل السيد المسيح. وهنا بقى أيقونة لربما إن هي برضو بيزنطية شوية، أو يعني واخدة من السمات البيزنطية، الست العذراء ويوسف النجار شايل السيد المسيح، وراه بقى مين؟ يوسي اللي هو كان مرافق للعائلة المقدسة. الأيقونة ديت عظيمة جدا، لربما تكون قبطية الأصل لأن الخطوط بتاعتها كلها قبطية للعائلة المقدسة، الملاك فوق رمز العناية الإلهية وبيرشدهم. هنا الأيقونة دي حبشية،
اثيوبيه يعني، والست العذراء مريم بتحتضن ابنها، ويوسف النجار رجل كبير السن وراه سالومي اللي كانت مرافقه معاهم. طبعا المنظر حبشي او افريقي. المنظر التاني بيزنط 100%، سيد العذراء مريم بتركب زي على شبع الحصان كده، وراها يوسف النجار، وقدامها يوسي ابن اخو يوسف النجار اللي كان مرافق معاهم وشايل الادوات بتاعتهم. الايقونه ديت رائعه جدا، من حيث يوسف النجار نايم هنا على الشمال، ملاك بيظهر له يقول له قم خذ الصبي وام واهرب الى ارض مصر. فعلا هنا نلاقي كمان الست العذراء راكبه على شبه حصان، وهنا يوسف النجار شايل السيد المسيح على اكتافه وماشي، ويوسي وراه. وهنا النخل رمز مصر، مصر يعني مشتهره بالنخل، النخيل الجميل. الايقونه ديت شايفين هنا الست العذراء مريم بتنظر بعتاب شديد الى يوسف النجار، لان هو ما بيتحركش غير لما الملاك ايه يظهر له، ما يؤمنش بحبل العذراء الملاك ايه يقول له يتحرك لان في خطر، الملاك يقول له، تنظر له بعتاب شديد وهو ماشي وراه وشايل الادوات بتاعه العائله، ويوسي قدامهم. المبنى اللي قدامهم ده يرمز الى المعابد المصريه، نلاقي فيه تماثيل واقعه لان سيذوب قلب مصر في داخلها، وايضا الاوثان مصر ستسقط زي حسب النبوه بتاعه اشعياء النبي. هنا برضو العائلة المقدسة بترتحل، أيقونة ربما يكون يونانية، وهنا الست العذراء بتنظر نفس نظرة العتاب إلى يوسف النجار. في منطقة الفرمة في آثار مسيحية، دي بقى معمودية اتوجدت في آثار الفرمة اللي هي منطقة بورسعيد، طبعا هي جوه سينا، جوه سينا في الناحية الشرقية، مكان لزار العائلة المقدسة، في هناك بير العائلة المقدسة اللي شربت منه. هنا ده المدخل ده بتاع مسترد، وفي مدخل زيه بالظبط في كنيسة المعادي، المدخل المؤدي إلى المغارة اللي جلست فيها العائلة المقدسة. هنا شجرة مريم واحنا كلنا عارفينها في المطرية، بجوارها نبات اسمه نبات البلسم، بيطلع زهور غاية في الجمال والروعة والريحة الحلوة. هنا كنيسة المعاد اللي استقرت فيها العائلة المقدسة، والبير بتاع العائلة المقدسة، الكتاب المقدس اللي كان موجود، اللي اتلقى سنة 1976 عايم على مية النيل وداخل على المدخل بتاع مغارة العائلة المقدسة تحت كنيسة المعادي. الناس انتشلوا، لقوا الصفحة مفتوحة على الآية بتاعت أشعياء النبي، مبارك شعبي مصر. كمان هنا الماجور ده هو في كنيسة سمنود، متعودين ان هم يغسلوه كل في عيد العائلة المقدسة 24 بشمس. ابونا بشوي هناك بقى بيغسل الماجور كالعادة، هناك استلمها العادة دي من اباء القدامى. الماجور ده اللي عجنت فيه الست العذراء مريم العجين وكده لزوم الأسرة بتاعتها. الحجر ده في سخا، ده موضع القدم بتاع الطفل يسوع، موجود في كنيسة سخا. حكاية بقى العين المية دي اسمها عين مريم، موجودة في إحدى بحيرات النطرون، وادي النطرون اسمها البحيرة، بحيرة مريم. وهذه العين من جوه البحيرة، أو هي طبعا على شاطئ البحيرة، بتطلع مية عذبة ومعدنية جدا جدا جدا، لدرجة إن الدولة مهتمة بيها. المستر هوكر اللي هو كان موجود في منطقة في بلدة وادي النطرون، لما لقى كده عمل فنطاس كبير من الحديد فوق العين المية العذبة ديت، ودي اسمها عين مريم. بيقال العائلة المقدسة جات وشربت من هذا البئر، رغم ان البحيره الميه بتاعتها لا يعيش فيها اي كائن حي، يعني لا سمك ولا حاجه، لان كلها ملح، ملح النطرون. ملح الايه؟ النطرون. ده ليه قصته بقى مع الجماعه الفراعنه اللي كانوا بيحنطوا بيه الموتى. ودي الصوره ديت لعين الميه في داخل البحيره، وهنا الناس بيشربوا من الميه ديت. هنا ديت المغاره اللي هي في
درونكا اللي قعدت فيها العذراء مريم والطفل يسوع ويوسف النجار وسالومي، وده دير المحرق. جواه بقى الكنيسة الايه العذراء، البيت اللي عاشت فيه العذراء مريم. على فكرة يوسي ابن اخو يوسف النجار بيقال ان هو مات واندفن في هذه الكنيسة الناحية الغربية منها، يعني جنب الباب. هنا بقى درونكا والمغارة اللي جوه اللي عاشت فيها الست العذراء مريم. الفنان الحديث بقى ابتدى يجمع مؤثرات يعني المكان مع أيقونة العالم المقدس زي الأهرامات والنخيل. نهر النيل عايش فيه السمك رمز المؤمنين، وابتدى بقى شجرة مريم يرسمها وتحتها العائلة المقدسة بتستظل زي ما احنا شايفين كده. أو مثلا يكونوا راكبين مركب العائلة المقدسة، لأن بطبيعة الحال أكيد ركبوا مركب علشان يدخلوا إلى الجنوب وإلى الصعيد. وهنا النخيل والأجرة أو الأماكن اللي زارتها العائلة المقدسة أو استقرت فيها. الشهيد ده اسمه الشهيد وودامون، ده سمع بقدوم العائلة المقدسة راح يزورهم. السيد المسيح قال له بيتك هيبقى كنيسة، هو كان من أرمنت. وبعدين الملك او الوالي لما سمع ان هو راح زرع المقدسه اللي كانت الاوثان بتسقط قدامه او تسقط قدام العائله، حكم عليه بالموت، استشهد، وليه كنيسه باسم السيده العذراء مريم في بلده ارمنت حتى هذه اللحظه، وده يعتبر اول شهيد قبطي من اجل المسيح. برضو منظر تاني للشهيد ودامون، لابس لبس فرعوني، وانا ما بحبش خالص ان القديسين بتوعنا يلبسوا حاجة من الملابس الفرعونية، خاصة اللي فوق ديت، لأن في موضوع حاجات ماجيكان وتمائم وحاجات ما تبقاش على القديسين. إنما ممكن الفنان دلوقتي يحتفظ بالقصة بتاعة الشعر، معروفة عند الفراعنة بتبقى إزاي، بدل ما يلبسوا ملابس المفروض يدرسها الأول قبل ما يحطها، أو الحاجات ديت زي الحية اللي فوق الرأس، زي الصدرية اللي حوالين الصدر، مش هينفع تتحط على صور القديسين. المذبح اللي كان اللي هو موجود على جوه كنيسة العذراء، هنا التمثال ده هو موجود في كنيسة على اسم القديسة العذراء مريم في واشنطن، والحقيقة أنا شفته التمثال ده فن عظيم قوي. احنا طبعا ما نؤمنش بالتماثيل، ولكن بنؤمن بالإبداع والفن ليس إلا. هنا في لحظة التعب الشديد للعائلة المقدسة، السيدة العذراء مريم نايمة ومعاها طفلها على حجرها، ويوسف النجار نايم، حتى الأتان نايم من كثرة التعب والمشي. يوسف النجار يعني في وضع بيد ظهره للعذراء مريم، لأن العلاقة كانت علاقة بتولية للعذراء مريم وأيضا بتولية ليوسف النجار حسب إيمان كنيستنا. تعبير جميل جدا. هنا إحدى الكنائس على اسم العائلة المقدسة في مصر، البردية اللي عثر عليها في جامعة كولون أو تم استكشافها، هي طبعا من مصر من منطقة الفيوم، بتحكي أخبار عن وجود السيد المسيح في مصر. كنيسة في أورشليم على اسم العائلة المقدسة، والكنيسة ديت في ويست منستر في لندن، كنيسة كبيرة ديت، هي عبارة عن دير على اسم القديس بطرس، تقريبا كان محفوظة فيها أيقونة هامة للعائلة المقدسة، احنا شفناها على مثال الفن القوطي. هنا كمان الكنيسة برضو ديت موجودة برضو في لندن، رائعة وجميلة جدا. نقدم لكم الشكر على حسن الاستماع، ولربنا كل مجد دائما أبديا آمين.